أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة 15 من سلسلة جلسات المنتدى الفكري تحت عنوان آليات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية نحو مستقبل أفضل للتصنيع الزراعي. أكد مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري اهتمام الدولة بالنهوض بأوضاع قطاع الصناعات الغذائية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه في سبيل زيادة حجم النمو والإنتاج، مشيرا إلى أهمية ذلك القطاع بالنسبة لإكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي. أكدت مصر وجنوب السودان الاستمرار في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين واستمرار الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والفنيين لمتابعة كافة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال فعاليات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان والمنعقدة بالقاهرة بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين. ترأس وزير البترول طارق الملا المائدة المستديرة التي نظمها منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة بمشاركة ممثلي شركات البترول والطاقة العالمية العاملة بمنطقة الشرق المتوسط. ناقشت المائدة تنفيذ مخرجات ورشة العمل الموسعة التي عقدها المنتدى للوقوف على سبل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا للإسراع بإزالة الكربون في منطقة الشرق المتوسط ودعم نشر واستخدام تكنولوجيا إزالة الكربون والاستثمار فيها. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال الشح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيض الإنتاج من السعودية وروسيا. ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بنسبة 88% ليصل إلى 95 دولار و 26 سنت للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.31% مسجلا نحو 92 دولار و 68 سنت للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.73% لتصل إلى 3 دولارات و 28 سنت للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.38% لتسجل نحو 2.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي سجل مستوى قياسي بلغ نحو 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام. أضاف المعهد في تقرير أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023 و100 تريليون على مدى العقد الماضي. جاء أكثر من 80% من تراكم الديون الأحدث في العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر زيادات. ومن بين الأسواق الناشئة مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات. أظهرت بيانات أن الإقراض السيادي الصيني لأفريقيا تراجع لأقل من مليار دولار العام الماضي مسجلا أدنى مستوى في نحو عقدين. يأتي انخفاض الإقراض الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوسطن في وقت تعاني فيه العديد من الدول الأفريقية من أزمات ديون فيها، ويواجه الاقتصاد الصين ظروفا متزايدة غير مواتية. وتقدر قاعدة بيانات القروض الصينية لأفريقيا بجامعة بوسطن أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لأفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمصطفى وشروق لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة على هذا العرض الاقتصادي.